أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا اليوم يصادف هلاك الطاغية الأعظم الذي ورد في جملة من الزيارات التعبير عنه بأول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. واليوم قبل الأمس كان ذكرى ميلاد الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. أسأل الله أيامنا وأيامكم بهاتين المناسبتين العظيمتين. بهذه المناسبة أتطرق لموضوع بالغ الأهمية جدا، وهو يرتبط بصناعة الأمم وكيفية تكون الحضارات، كيف تتحول الجماعات إلى حضارات، وكيف تندثر الحضارات والأمم وتنكفئ على ذاتها وتنقرض. هذا موضوع جدا مهم. هناك آيات وروايات نتبرك بها في طليعة الحديث ثم نبحث هذا الموضوع. قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. في آية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بربك هاديا في معرض الحديث عن العدو. الله تبارك وتعالى يتظاهر بأنه هو الهادي، والعدو لا يأتي منه شيء. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، بعدين وكفى، هذا الافتخار، هذا المضمون من الآية. قال تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم فعيل، هسه راح نجي. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم إلا أذى. هذه الآية آية جدا جدا مبشرة. لن يضروكم، لن أداة نفي الأبد، لن يضروكم إلا أذى. أذاكم معلوم، إنسان يتأذى. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. فكم يوم أكو مخاصمة عداوة، أخيرا يولوكم الأدبار، يولوكم ثم لا ينصرون. لا تتصور أخيرا ينجحون. قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يغفروا، مو يجاملوا، مو يسايسوا، لا لا، يغفروا غفران للذين شنو؟ لا يرجون أيام الله. الإنسان اللي ما يعتقد بالآخرة، ليش؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
هذه الآيات المغفرة ولمن صبر وغفر، قل للذين آمنوا يغفروا، مفهوم يفوق معنى الصبر والتحمل، مو بس تتحمله تصبر عليه، استعمال الحلم يفوق هذه المفاهيم، غض الطرف، الابتعاد من الزعل، مو معناته لا تزعل وياه، لا، يغفر مو معناته عدم الزعل، يغفر غفران يعني شنو؟ يعني يمحيها من ذاكرته تماما، غفران معناته هذا. قال الباقر عليه الصلاة والسلام في الكافي الشريف حديث معتبر: الجسد إذا لم يمرض أشر، أشر يعني يأشر، يعني يبطر، بطران يصير الجسد إذا ما يتعرض للمرض يأشر. ولا خير في جسد لا يمرض يأشر. هذا الحديث متواتر. حديثنا في الركن الثالث من أركان تكون الأمم. الأمم يعني الجماعات، كيف تتحول إلى حضارات، كيف تصبح أمم، تحتاج إلى ثلاث عوامل أركان. العامل الأول القيادة، الثاني العامل الثاني الإدارة، العامل الثالث اللي محل بحثنا اليوم الخصومة، العداوات، المواجهات. يجب بكل تأكيد أن يتعرض الإنسان كفرد أو كجسم أو كروح أو كأمة، يتعرض بشكل دوري، مو في مرة واحدة إلى الأبد، لا، بشكل مرتب ممنهج يتعرض للخصومة. من أهم العوامل الحيوية في حياة الإنسان كفرد حتى، وإن كان موضوعنا الآن مو في الجانب الفردي، في جانب صناعة الأمم، أهم العوامل الحيوية في ركنها الثالث هو تعرض الإنسان بشكل ممنهج وبشكل مرتب دوري للخصومة من أي شخص، من قريب أو بعيد، للعداوات، للمعادات، للهجوم، للتهم، للدعاية السوداء. هذه من أهم المصالح التي تكون الإنسان وتكون الحضارات وتكون الأمم. من أهم الحاجات في الحياة الدنيا للإنسان كفرد أو للإنسان كمجموعة وأمة أن يكون في معرض المخاصمة. هذه الآيات اللي ذكرناها كلها شواهد على ما نذكره في طيات البحث اليوم. لا نطيل الآن، هذا خلاصة البحث، هذا موضوع البحث. قبل أن نبدأ بموضوع البحث هناك إشارات مختصرة حول هذه الآيات. أولا آيتان: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني من نطفة شيء رديء، فإذا فجائية، فجأة هذا اللي ما كان مفروض أن يطلع من هذا الطور، لأنه رديء، مخلوق من بنية رديئة، فإذا فجأة هذا المخلوق من النطفة صار خصيم، خصيم فعيل، فعيل تفيد هذه المادة معنيين، فعيل تفيد المبالغة وتفيد معنى المفعول. المبالغة يقولون سميع بصير، يعني شنو؟ يعني شديد السمع، شديد البصر، مبالغة سميع. وبعدين تعطي في بعض الأحيان معنى المفعول، مثل مريض مثلا، أسير، قتيل، قتيل العبرة، مو قتيل يعني شنو؟ يعني مقتول. أسير يعني شنو؟ يعني مأسور. سليب العمامة مثلا، يوم مسلوب العمامة بمعنى المسلوب. فعيل يأتي بمعنى المفعول، إذا ما أتى بمعنى المفعول فيعطي معنى المبالغة.
سميع يعني شنو؟ يعني مسموع الله، مو مسموع يعني شنو مسموع؟ بصير يعني شنو؟ مبصور، يبصر الله لا يبصر. فلا يمكن أن يكون للمفعول فلا محالة يكون بمعنى المبالغة هنا. فإذا هو خصيم يعني شنو؟ يعني مخاصم، الإنسان مخاصم. مخاصم من شنو؟ من قبل إبليس. الإنسان موجود مخلوق على هذا الوصف، لازم يخاصم الإنسان، لازم يدخل في يتعرض، شوفوا يتعرض للمخاصمات، يتعرض للعداوات، يتعرض لل... الآن الدول الراقية، الدول المتحضرة تفرز ميزانية هائلة في من ميزانيتها لشنو؟ لصناعة معارضة. مو هالشكل؟ الدول الراقية الآن، الدول المتحضرة كلها هكذا، أكو مبلغ هائل يروح أنه لازم هناك أكو جهة، هذه جهة كل شغلها عالما عامدا صحيحا أو باطلا أن شنو؟ تعاكس الحكومة. هذه علامة تحضر الحكومة والحكومات، مو هالشكل الآن؟ يفرزون ميزانيات 24 ساعة. هذه الجهة المعارضة، هل هي معارضة جهة واحدة أو جهات، كل طاقاتها تصرف في معاكسة شنو؟ هذا النظام، هذه الدولة في كل المجالات. أي شيء حكي، أي قرار، أي سلوك، حتى إذا كان راقي من الدولة، هذه الجهة المعارضة قائمة على المعاكسة، قائمة على الخصومات. حتى لو كان كلام الحكومة منطقي، هذه الجهة تقعد تستعمل عبقرية في كيفية إبراز هذا الكلام المنطقي بأنه شيء غير منطقي. هاك شغل المعارضة، خو شغلها شنو المعارضة؟ قم تجي تأيد في كل شيء شاردة وواردة، في شغلة تافهة أو حقيرة شنو؟ يبذلون أموال، مفكرين يقعدون، علم النفس يستعملون عبقرية في شنو؟ في ماذا؟ في معاكسة الحكومة. ليش؟ ايش بيهم هذول؟ عقل ما عندهم الحكومة؟ تجي تستقطع من ميزانيتها فشيء كبير من أجل خلق معارضة حتى يمد هذه المعارضة. هذا شنو؟ هذا أساس التحضر، هذا جوهر التحضر. جوهر التحضر مو أنك أنت تسلك سلوك صحيح، جوهر التحضر مو أنه هذا هو التحضر، نفس التحضر أن تتكلم بمنطق وتفكر بمنطق وتمارس سلوك منطقي، هذه هي الحضارة. أما جوهر الحضارة شنو؟ أن تخلق لنفسك عدوا، أن تستجيب للعداوات اللي موجودة، ما تعارضها، لا تتحاشى. أكبر مفسدة في الحياة عندما يتحاشى الإنسان التعرض للعداوات، هذه صانعة مجد الإنسان، العداوات صانعة حضارة الإنسان، صانعة سيادة الإنسان. إنسان ليش يتحاشى؟ إذا الإنسان يكون بالغ الحضارة لازم هو يخلق بنفسه، أصلا هو يخلق بنفسه عدوا لنفسه. راح أذكركم هاي العبارات، وعباراتي أهم موسوعات علم النفس تؤكد على هذا الكلام. الإنسان يقولون، يصرحون، الإنسان في لا وعي أكو شيء حاجة، في لا وعيها حاجة إلى المعارضة، مو أن يعارض هو، لا، أن يتعرض للمعارضة، يتعرض للمعارضة، حاجة أكو في لا وعي، أكو هذه الحاجة. هاي الحاجة إذا فقدت الإنسان ما ينشأ نشأة جيدة. صانعة المجد، هاي المخاصمات، هاي العداوات، صناعة مو صانعة، صيغة مبالغة، صناعة المجد أحوج ما يكون الإنسان إلى هذا الجانب. هذا الشيء اللي جدا خفي عندما الإنسان يناقش مجد الحضارات
عظمة الأمم، عظمة الإنسان ذاته نفسه. شنو يركز على ركيزتين؟ القيادة والإدارة. واضح أكو، إحنا بحثنا القيادة والإدارة مفصلا قبلا. ويتغافل كل التغافل في أفضل الفروض، يتغافل إذا ما يرفض، إذا شنو ما يعادي هذه النظرية. الركن الثالث، إذا إحنا ما نعادي الركن الثالث وهو التعرض للعداوات، إذا ما نعادي في أفضل الفروض نتجاهله. والإنسان يصرف طاقات هائلة في التخلص من هذا العامل الأساسي في مجده. أكبر مخاطرة أن تتحاشى الخوض في المخاطر، أكبر مخاطرة في الحياة أن تتجنب التعرض للمعارضة، للخصومة، للعداوة. فعيل خصيم، خصيم يعني شنو؟ يعني مخصوم، يخاصم. فجأة هذا الموجود إبليس طلع، كل شيء كان مرتب، الله خلق قبل الإنسان خلق الجن، ماكو أي معارضة ما حصلت. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، صحيح؟ والجان خلقناه من قبل، ما حدث أي معارضة، هم موجود هذا كان إبليس ما عارضه. فجأة هذا الإنسان الله لما خلقه إبليس وكل رتلة حصلت معارضة، هذا الخصيم. وأيضا في يعطي صيغة المبالغة في شدة المخاصمة، إضافة إلى أنه مخصوم بصيغة المفعول، المبالغة في الخصومة، طبيعة الإنسان. هذا ابن مالك، فعالنا فعالنا مفعالنا فعولو في كثرة عن فاعل بديل، فاعل هذا في كثرة عن فاعل، يعني تعطي المبالغة بمعنى الفاعل مو مفعولها. فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعلي، الأقل في الأكثر في فعيل يعطي معنى المفعول. قلنا إذا ما انطمع عن المفعول لا محالة يعطي معنى المبالغة. الثاني هو معنى المفعول مثل قتيل، جريح، سليب، أسير، هاي المفاهيم. هاي الآيات جدا وثيقة بالمطالب اللي نطرحها. كتاب أطلس علم النفس من أبرز الكتب في علم النفس، يمكن إلى الآن أنا بحثت كثيرا كتاب باللغة العربية بهذه المستويات في علم النفس أنا ما أثرت، تأليف البروفيسور هلموت بينيش، صفحة 323. أنا جبت النص حتى تشوفون التعبير، إن الجماهير كالجماعات المشاغبة، الجماعة اللي طبيعتها نزعة المشاغبة عندها، الميل الشديد. أكو ناس، أكو حتى ناس أطفال شايفين مشاغب وكح، هذه نزعة، هذا ميل شديد، هذا غريزة. أكو في الجماعات، في ما بالجماعات أكو شايفين عصابات يسموهم، هذول الطبيعة التنمرية اللي موجودة في المدارس مثلا، عصابات مدارس، شايفين عصابات مدن. العصابات كيف عندها نزعة على شنو؟ على العداوة. هذا التعبير في كتاب أطلس علم النفس، إن الجماهير كالجماعات المشاغبة شنو؟ تبحث في لا وعيها عن خصم، مثل العصابات شلون دائما تدور مشاكل، دائما تدور معادات مع جماعة. العصابة شلون؟ الجماعات المشاغبة، الجماهير، الأمم يعني، دائما تبحث في لا وعيها عن خصم، تحتاج إلى واحد يخاصمها. بعدين يقول تتلاشى ردود فعل الجماهير إذا لم تولد مواجهة ومقاومة حية. الجماهير ردة فعل، هاي الطاقات الانفعالات
الجماهير إذا فقدت مواجهة، فقدت مخاصمة، هاي الجماعة شيئا فشيئا تتلاشى، تندثر، تنقرض. شنو يخلي الجماهير على وعيها، على انتباهها، على تماسكها؟ تدرون شنو؟ المخاصمة تتلاشى. لولا، شوفوا هذا الكتاب، أنقله من كلام من أبرز كتب علم النفس، يحصل تلاشي. الجماهير مهما كانت متماسكة، إذا ما تعرضت لخصومة، لعداوات، شيئا فشيئا هاي الطاقة، الوقود الموجود في داخلها، شيئا فشيئا يتلاشى، تتلاشى ردود فعل الجماهير إذا لم تولد مواجهة ومقاومة حيها، مو مقاومة ميتها. فتشي مقاومة أكو إنسان يعادي فكر، هذا يسموه مقاومة ميتة، فكر فكر. المقاومة الحية أنه لا، أكو عدو، دولة، حاكم، دكتاتورية، 24 ساعة شنو؟ تعاديك، تناهضك، تخاصمك، هذه مواجهة. شوف التعبير دقيقها، مقاومة حية. المقاومة مقاومتان، تارة الإنسان يقاوم نظريات، يقاوم أفكار، تارة لا، يقاوم حرب حي، يعني حرب ضروس حي. أكو هناك جهات على قيد الحياة تمارس عدائك، مو فكر أنه يناهض فكرك، لا لا، أكو رجال يتبنون هذا الفكر المعادي ويمارسون جهود، يبذلون جهود، يمارسون نشاط ضدك، هذا المقاومة الحية. هذه لولا هذه الطاقات مهما كانت جبارة تتلاشى. كتاب آخر، كتاب النقطة العمياء، هذا من أيضا من أبرز الكتب المصنفة في علم النفس الحديث. هذا امرأة اسمها ماهزارين، ذكرنا في المرة بعض المعالم من هذا الكتاب، امرأة هندية من أصول هندية، هي في أمريكا في جامعة هارفارد، ماهزارين باناتشي، ورجل آخر أنتوني جيرولاند، الصفحة 114. هذا التعبير، نص التعبير، أفراد أو مضمون التعبير قريب من التعبير، أفراد الجماعة الواقعة تحت الشبهات، الجماعة التي واقعة تحت الشبهات، تتعرض لشبهات، هاي الجماعة أفرادها شنو؟ الأفراد أقل عرضة للقوالب النمطية السلبية. هذول تدرون الإنسان أكثر ما يكون معرض للقوالب النمطية السلبية، قوالب اللي هي تسمى جهل مركب، صحيح؟ على الإصطلاح الفرنسي قلنا شنو؟ كليشات، أكو كليشات، كليشات مضللة، الإنسان لا محالة يتعرض لهاي الكليشات. ولكن الجماعات، الأمم التي تتعرض لشنو؟ لمعادات. هذه الأمم أفرادها أقل يتعرضون للقوالب النفسية، القوالب النمطية الكليشية. قلت كليشة كلمة فرنسية تستعمل هم في اللغة العربية هم في اللغة الفارسية، كليشة، هاي القوالب النمطية المضللة السلبية، الأفراد اللي ضمن جماعات، تيارات معارضة. أكو بعض التيارات تنشط ما حد يعاديها، إذا هم أكو معادات، معادات كلش بسيطة، أما المعارضات والمعادات والمخاصمات الشديدة، الأفراد في هذه الأمم، في هذه الحضارات، هؤلاء يكون أقل تعرض لشنو؟ للجهل المركب، أقل تعرض للخفة العقلية، أقل تعرض شنو أقول للخلل منطقي، هيك تعبر على كل حال، أقل عرضة. هذا كلام علم النفس. جسم الإنسان يحتوي على ثلاثة أبعاد وأركان رئيسية، أهم إذا واحد يريد يصنف الأبعاد الرئيسية في حياة الإنسان شنو؟ المخ كقائد، مركز قيادة، مجموعة الأعضاء الحيوية مثل القلب والكبد والكليتين والرئة مثلا، صحيح؟ المثانة، مجموعة الأعضاء. والشيء الثالث جهاز المناعة. هذه العناوين الثلاث تمثل أبرز أبعاد
أو أركان الإنسان، مو المخ مركز قيادة هو الذي يصدر الأوامر. المخ تدرون ما يشتغل، ما له شغل، بس يصدر أوامر، يصدر أوامر للأعضاء حتى تشتغل، القلب يشتغل، الرئة تشتغل، تضخ أكسجين. هذا دور المخ. القائد شنو شغله؟ القائد هو الذي يتحسس، لذا يقولون شبكة الأعصاب، الخلية، المليارات الخلية مالت الأعصاب كلها ترتبط بالمخ. هاي شنو؟ كلها سنسورات تبعث للمخ شنو أنه هنا مثلا في القدم حدث مثلا ثقب ويخرج دم، فالألم يوصل الخبر إلى الدماغ، الدماغ يفرز هرمون حتى هذا الدم مثلا شيئا فشيئا يلتحم هذا الجرح. هذا دور المخ. ومجموعة الأعضاء هم الدور الإداري، تدرون الإدارة غير القيادة، الدور الإداري وجهاز المناعة اللي هو الأساس في شنو؟ في مقاومة الفيروسات، البكتيريا، الجراثيم اللي تتعرض للإنسان ويتعرض الإنسان لها، تعترض الإنسان، جراثيم والبكتيريا الضارة. جهاز المناعة شنو؟ فشي 24 ساعة واعي ويراقب، منتبه، شديد الانتباه، وكلما يحصل خلل في هذا الانتباه يتعرض الجسم للمخاطر. صحيح؟ ممكن بفيروس واحد بسيط، فيروس اسمه شنو؟ اسمه انفلونزا، يزكم الإنسان لولا جهاز المناعة، لولا جهاز. هذول اللي يعانون على كل حال من فقدان المناعة، هذول بفيروس انفلونزا يدوس يدخل في القبر، مو شكل فيروس، فيروس انفلونزا يزكم يموت. شوفوا جهاز المناعة ايش قد مهم. اكو يسموه ايدز، ايدز معروف، هذول على كل حال يعانون من فقدان جهاز المناعة، من فقدان المناعة. واضح ان هذا جهاز المناعة ايش قد مهم. فد فيروس اللي بالعين لا يكاد الانسان يشوفه، من خلية واحدة بالميكروسكوب لازم تشوفه، فتشي أصغر من عين النملة، هذا يدخل الإنسان بالقبر، هذا جهاز المناعة. في هذه هاي ترك صنع الله، هذا الإنسان هذا أشرف مخلوقات الله. الإنسان لازم يستلهم من طريقة خلق الله، هذا استلهام، وهو خاصة هو أشرف المخلوقات. من أحسن من الله صنعة؟ الصنع من أحسن من الله. نقدر نمثل الجانب الديني بهذا المثال. رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل هو المخ، مركز القيادة. علي وأولاده صلوات الله عليهم أجمعين يمثلون شنو؟ الأجهزة الحيوية. صحيح؟ وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تمثل جهاز المناعة، هي التي تعرضت، واجهت أكبر فيروس في الوجود اللي اليوم يوم هلاكه. شنو دور الزهراء صلوات الله عليها؟ يمكن حسب عقلي القاصر، رأيي القاصر، أن كان دورها غير دور الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الأئمة هم مدراء الإسلام، مدراء الدين، كل واحد منهم من أمير المؤمنين وأولاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، مجموعة أجهزة حيوية في الإسلام، ورسول الله هو القائد. تمثل الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها الجانب الحيوي في مواجهة المخاصمات. ومن هنا يبدأ الحديث أن هذه المخاصمات التي كانت، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ومنو؟ شياطين الإنس، أكبر شياطين الإنس اليوم هلك. حديثنا في هذا الحديث، في هذا الجانب. الله يقول جعلنا، شنو الله يعادي أنبيائه؟ الله شبيه، شنو الله؟ ليش يجعل الأنبياء أعداء؟ مو عدو واحد، عدوان، بس هذا عدوان يفسر، الله يفسره شنو؟ هو الله يكمله، يقول شياطين الإنس والجن، وشياطين إنس مو بشياطين جن بس، يعني عباقرة. هذا اللي يجعله تبارك وتعالى عدوا لرسول الله، هذا أكبر عقل عبقري خلقه الله تبارك وتعالى. شياطين الإنس يعني شنو؟ شيطان إنس يعني شنو؟ يعني إنسان ذكي
في غاية الذكاء. هذا هو الهدف الإلهي المنشود. لاحظوا الخصومة إلى هذه المستويات، مو خصومة مجرد فد واحد يجي ينقر بي، لا، عدوا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هذا العدو الإلهي؟ شياطين. شوفوا النبي مفرد ولكن العدو شنو؟ مجموعة. مثل ما الإنسان يتعرض لأنواع الجراثيم والبكتيريا والفيروسات المهلكة الفتاكة، بس جهاز المناعة بكل رحابة وبكل سعة يتعرض لها، تشوف الإنسان يوميا يسخن وخلاص تروح عن هذه العداوات اللي هي شياطين الإنس والجن. أكو هناك الله تبارك وتعالى خلي مؤمن، اللي هذا المؤمن لا يدع مجالا لأن هذه شياطين الإنس تضر الدين، لذا قال لن يضروكم. شنو؟ أكو هناك مؤمن. هذا المؤمن منه؟ الصديقة الكبرى صلاة الله عليها. لذا تشوفون في زيارة الصديقة الكبرى أكو في التعبير، في أي زيارة من زيارات المعصومين ماكو، مئات أنواع الزيارة أكو. الآن تدرون الإمام أمير المؤمنين جت زيارة عند الحسين عليه الصلاة والسلام، كم نوع من الزيارة. فالتعبير أكو، زيارة الزهراء صلاة الله عليها تبدأ بتعبير وتنتهي بهذا التعبير، تعبير فريد جدا. يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. إله الله تبارك وتعالى مسوي تأمين، مو بس يعرض الأنبياء لهذه المخاطر الكبرى، شياطين على وزن فعاليل من منتهى الجمع. احنا تدرون عندنا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، جمع التكسير أربعة أوزان، أربعة أنواع، جموع قلة، جموع كثرة، جمع الجمع، منتهى الجموع. صحيح؟ جموع القلة شنو؟ فعوله وفعله وأفعله وأفعال. صحيح؟ هاي جموع قلة من الثلاثة إلى العشرة. جموع كثرة يقولون ما أدري كذا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني 70 النبي صلى الله عليه وسلم 70 غزوة، كانت 80 غزوة. جمع الجمع مثل بيت وبيوت وبيوتات، رجل رجال رجالات. أكو شيء يسموه منتهى الجموع، يعني بلا حد وحاصر، فعاليل من أوزان منتهى الجمع. يعني يقول الله أخلق أنا للأنبياء أعداء عباقرة بلا حد ولا حصر، يعني عشرة، لا، ألف، مليون، بلا حد. مثل ما الإنسان يتعرض في كل يوم للآلاف، يمكن آلاف المرات للمخاطر، ولكن جهاز المناعة مأمن. جهاز مناعة ما دام فعال يأمن. لو مليون مرة الإنسان في حياته يتعرض لهذه الفيروسات ما يصير بشي. مو بس ما يصير بشي، بل لما نتأمن فإذا ماكو ضرر، ماكو تناقص، ماكو خوف. صحيح؟ هذا التعرض شنو؟ يجلب للإنسان أهم مصادر المجد والسيادة والعلو والارتقاء، هو هذا التعرض. رح نبحث هذا الموضوع، التعرض للخصومات وأنواع العداوات والتباغض البغضاء والحقد، هو أحد الأركان الثلاثة لتكون الحضارات وصناعة الأمم، وشنو؟ وتحول الجماعات والجماهير إلى تمدن. شنو يحول الجماعات إلى تمدن؟ جماعة فئة قليلة، صحيح؟ كيف تتحول هذه الفئة القليلة الضعيفة إلى تيار؟ كيف تتحول إلى جريانات كبرى؟ التعرض للخصومات، هذه كلمة التعرض كلش مهمة، التعرض للخصومات وأنواع العداوات والبغضاء والحقد هو أحد الأركان الثلاثة لتكون الحضارات. الركنان الآخران شنو؟ القيادة والإدارة. الأمم والحضارات التي تتعرض، الخصومات تكون الحضارات. خب بعد أن أصبحت حضارة، الخصومة كيف تصنع مجدك؟ تحول الحضارة إلى شنو؟
أبدية إلى خلود. الخصومات تعطي للجماعات الزمر القليلة الضعيفة، تعطي شنو؟ مفهوم الحضارة، تحولهم إلى أمة. بعد ذلك إذا تعرضت الأمة إلى خصومات، ماذا تعطي الخصومات للأمم؟ تعطيها الخلود. الأمم كثير منها يهلك ملوكا ويستخلف آخرين، الأمم كثير منها تتعرض إلى الانقراض. أصلا الأساس الأمم لازم تنقرض، فديوم هذه الأمة فديوم أمة ثانية. شنو الذي يجلب للأمم الخلود والبقاء ويبعد عنها الانقراض؟ تعرض الأمم إلى الخصومات، إلى العداوات. الأمم والحضارات التي تتعرض للخصومات فإنها لا محالة تتكون فيها عناصر الخلود وتتطور فيها ومقومات السيادة والمجد والرقي، كما أنها مضافا إلى أن المجد يحصل لا محالة شيئا فشيئا تتلاشى وتضمحل وتتبدد فيها عناصر الانحطاط والتخلف والتراجع والانكفاء والتقهقر والانقراض. بالنتيجة في كل أمة أكو مقومات انقراض، هذه المقومات، هذه العناصر، عناصر الانكفاء على الذات، عناصر التقهقر، عناصر التراجع، عناصر الإضمحلال، هاي أكو عناصر في كل أمة. هاي العناصر عندما تتعرض الأمة لمخاطر، تتعرض للمعادات، هاي العناصر تتلاشى بعد ما فيه، تصير أمة بلا عنصر انكفاء على الذات، بلا عنصر إضمحلال، أمة خالدة. من أسباب خلود الأمم القيادة الحكيمة والإدارة الفاعلة والتعرض للمعادات فيها. وهذا التعرض، هذا كلام جدا مهم، هو أبرز عوامل تكون انضباط بأقسامه الثلاثة في الأمم والجماعات الكبيرة. حديثنا في الانضباط وقهر المستحيل، بحثنا في الانضباط، شنو يصنع الانضباط إذا الجماعات ما تتعرض، الجماعات الكبيرة، لمعادات لا تنضبط؟ الانضباطات الثلاثة، الانضباط في الفكر، والانضباط في النفس، في الطبائع، في الأحاسيس، والانضباط في السلوك. هاي الأركان الثلاثة في الانضباط. منو يصنع بالنسبة إلى الجماعات؟ لاحظوا العدو يخلي الإنسان دائما منتبه، الانتباه أهم مكونات الانضباط. لما المنتبه شنو؟ فكرة ما يفكر برفاهية، يفكر بانتباه، يفكر بانتباه لأنه عنده عدو. أبسط هفوة، أبسط غفلة، العدو يقطع راسه. فهذا يخليه دائما يحفز في داخله مشاعر الانتباه. والإنسان اللي منتبه شنو يصير؟ فكرة يصير منضبط، نفسيته تصير منضبطة، سلوكه يصير منضبط. هذا هو التعرض للمعادات، يكون عنوان الانضباط بأركانه الثلاثة في المجموعات الكبيرة، في الأمم، في داخل الأمم. شوفوا شيء مهم، الإنسان اللي ما يخاف من شيء شنو يصير؟ أقل شيء، أهون ما يحصل فيه أنه شنو؟ يتشتت باله. دائما يتعرض لشنو؟ لتشتت بال، مو راكز لأنه ما يخاف شيء. إذا فد واحد أكو في الغرفة مثلا حية، أكو عقربة مثلا، صحيح؟ هذا الإنسان مستحيل أن تأخذه نومة أو يأخذ السبات، ما يقدر ينام، دائما يكون منتبه ودائما يحسب المسافة اللي الآن جاي تحصل، والجهة التي مثلا الحية جاي تتحرك، كيف جاي تتحرك. فهذا الانتباه، هذا الوعي الكامل يخليه بعد يغفل شيء، دائما موجود هذا. فلما يفكر، يفكر عدل أنه هاي المسافة شقد، في أي كم لحظة يمكن أن شنو يتعرض للدغة الحية، يحسب المسافات، يحسب كيفية الحركة، يحسب كل شيء. هذا شنو؟ هذا انتباه. وأما إذا ماكو شيء، ما عنده لا مسؤولية ولا أكو، ما هذه الدولة شو اسمه كذا تسويها، شنو
يقعد يشوف تلفزيون يترهى شيئا فشيئا، يحصل الترهل في الفكر في النفسية والمشاعر في السلوك، هيك يندثر هذا الإنسان يتحول إلى عالة على المجتمع. أكو مطلبين جدا مهمة، استراتيجيات وقواعد المواجهة عند التعرض للمخاصمات والعدوات تقوم على مسارين. لاحظوا هذه العداوات احنا بحثنا اكو بيها شرطين، ما احنا بينا الجانب المخاصمة وبينا أهمية ضرورية تعرض الإنسان للمخاصمة، بس بشرطين، شرطين شرطان مهمان. القرآن يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. الله يقول أنا أعرضك للمخاصمة، أنا جعلناه، بس أنت اللي منك شنو؟ أولا لا تجزع وتفزع وتصرخ وتلطم على راسك، اهدأ، أضبط نفسك، اربط قلبك، اهدأ، لا تجزع، لا تصرخ وإسلامة، أي لا تظهر شنو الأذى، ابلعها، اتجرعها. هاي المصيبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وصى الحسن والحسين صلوات الله عليه في آخر لحظات حياتي، تجرع الغيظ، تجرع، فإني لم أرى شيئا أحلى منه عاقبة وشنو أفضل منهما غبتان، هالشكل مغبة يعني هم عاقبة. يعني هذا الشرط الأول، أن الإنسان ما يجيب بوجهه، ما يجزع ويفزع، الشرط الأول. الشرط الثاني، لازم يدع شنو الانتقام، صبر اسكت وغفر، يدع الملاحقة. هذا اللي ضربك كف أنت بسهولة تقدر تضربك كف، لا ضربك، إذا ما تقدر تضربه بطريق أولى، العقل يحكم عليك أن هاي سفاهة إذا تتعرض له، فأكلها ابلعها بعد شو اسمه. الإنسان اللي ما عنده ناصر لازم شنو يبلعها رغما على أنفه. حديثنا مو هنا، حديثنا عندما تتمكن أنت إذا تريد أن تكون هذه المخاصمات، هذه المعارضات تعطي مجد إليك، لازم لا ترد عليها أصلا، وأنت تقدر ترد عليها. لا تفكر أبدا في الانتقام، ذرة من الانتقام. لذا الله يقول وغفر، مو ستر، مو ولا من صبر وستر، لا، ستر يعني شنو؟ يعني يبقى العداء في قلبك لأنه شنو؟ أذاك، أرقك، عاداك، سوى دعاية ضدك، تبقى بس أنت ما ترد، يعني تواظب ردة فعلك. الله يقول لا، هذا ما قبله، مو أنه تجامله أو تتظاهر، لا لا، غفر. غفر يعني شنو؟ يعني الصدق تطلع من بالك أصلا، صدق تغفر عنه، تعفي عنه خلاص، حتى شنو مفهوم الانتقام ليكون. هذان الركنان في صناعة المجد الحاصل من الركن الثالث، وهو شنو؟ العداوات. قلنا أن العداوة حيوية جدا جدا، تعرض الإنسان للعداوة بالغ الأهمية، بس هذان شرطان، مو أنه الإنسان يتعرض لعداوة بعدين شنو يقوم 24 ساعة يلطم على راسه وبعدين يحصل عنده انهيار. هذا الإنسان اللي يجزع خو ينهار، لما ينهار خو العدو يستفحل وانهياره أول خطوات الانقراض. هذاك إذا هفك راجدي، أنت من الليل للصبح قعدت بكيت، خو أنت باكر الصبح بعد حيل ما عندك، همة ما عندك، شنو تريد تشتغل؟ ركنان أساسيان. يقولون إذا الإنسان تعرض للدغة حية، هذه اللدغة سم قاتل صحيح يدخل في الجسم، معروف هذا الشيء، يقولون أبدا لا يضر الإنسان، هذا السم الهائل في كمية هائلة من لدغة حية، هاي الحية ما تقتل الإنسان، مو بس ما تقتل الإنسان، لا تسبب فشل كليوي ولا تسبب إخفاق قلب، شو يصير الإنسان، بس بشرطين، بشرطين. يقول أن الإنسان عندما يتعرض للدغة عقرب أو مثلا حية كذا، لازم لا يحاول أن ينتقم، عندما ينشط
الإنسان كيف يموت من لدغة الحية؟ عندما ينشط من أجل شنو؟ انتقام وقتل الحية مثلا. فهذا نشاطه يولد شنو؟ حركة دموية شديدة، يولد شنو؟ تدفق دم كبير، صحيح؟ هذا تدفق الدم وحركة الدموية الشديدة، صحيح؟ هذا يسبب أنه هذه الكتلة من السم اللي في موضع من الجسم، هذا الدم ينقل هذه الكتلة إلى القلب، القلب يخفق يموت الإنسان، خلاص موت أبدي. أما إذا هذا الإنسان اللي تم لدغه شنو؟ حافظ على نفسه، خلى نفسه على نفس الحال، بقى على حالته شيئا فشيئا، هذه الكتلة الهائلة حتى إذا كانت من السم الزعاف المبيد القاتل، شيئا فشيئا الجسم يمتص هذا الجسم، شو اسمه، ما يخلي هذه الكتلة تنتقل إلى القلب حتى يخفق القلب ويوقف، شيئا شيئا يضمح، تتلاشى هاي الكتلة وتروح، خلاص ما بيك شيء. ليش تنتقم؟ ليش تنشاط؟ ليش يصير عصبي؟ ليش تنفعل؟ خليك هادئ هسه لدغتك بعد شو تسوي؟ إذا تريد تقوم يمكن يؤدي قيامك إلى قتلها، بس شنو أنت متروح بيها؟ إذا إنسان يتناطح مع ثور ممكن إذا يكون كلش قوي راح يفشخ الثور، بس هو مين فشخ؟ هذول العداوات اللي موجودة اللي الله يقول شياطين الإنس، وين الإنسان يقدر عليهم؟ في فرض أنه نقدر عليهم، بابا شياطين الإنس كوم فريق من الأعداء بالآلاف والملايين، عدد بلا حدود، قلنا القرآن يقول هذا خص، صحيح يمكن أنت تعرض للإنقراض بس أنت متنقرض، في أفضل الفروض أنه تدمره بس أنت متدمر، تتفكك السيارة مثل سيارة داعمة في التريلر، شياطين الإنس يعني شنو؟ في التريلر 16 شروخ الدواليب، سيارة مهما كانت مارسيدس قوية كذا، لو تسببت أنه تتفكك هاي السيارة التريلر أنت متتفكك، براغيك كلها تتفكك، بعد أنت مو صالح للحياة أنت خلاص. فشيئين عندما الإنسان يتعرض للدغة حية، شيئين، الشيء الأول بالك تجنب الانتقام، تجنب الملاحقة، أكلتها بعد خليه يروح، ضربك شيئا فشيئا تستعيد كل قواك، شو يتحمل. الشيء الثاني تجنب الفزع والجزع، إذا أنت شيء ما لاحقتها الحية وتركتها بس قعدت هي تلطم على راسك، هم يصير نشاط دورة دموية، هم تنتقل هذا لما تقوم أنت بنفسك، أنت ما لاحقتها عرفتها تروح، بس قعدت هي تاكل بنفسك، هي تصرخ واس لا ما شنو صار، هي تصرخ آخ، هو هذه الصرخات تسبب شنو؟ حركة دموية، تسبب الحركة الدموية تنقل السم من موضع الجسم إلى القلب، القلب يخفق خلاص يموت، أو إلى الدماغ. شيئيا ولمن صبر لتجزع، ابلعها ماكو شارة، خو يعورني، خو أدري يعورك أحسن مما تموت، تريد تصرخ مي خالف اصرخ، بس شنو هاي لدغة، هاي كفخة. إذا أجوا الدعايش الماكنة الهائلة في صناعة الدعايات السوداء اشتغلت، أي شيء قلت هسه، شنو قلت ما قلت مو مهم، هذا الشيء أما الزبد فيذهب جفاء، حكي فاضي، الله في القرآن يقول. فتعبارة من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رهيبة حقيقة، والله رهيبة، ما كتبتها أنا. أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، زور يعني باطل الحكي، هاي دعاية سوداء، أنت مو هالشكل صحيح، ليش تنزعج؟ مو يقول إذا مو عاقل إذا شنو؟ إذا انفعل، ما يقول إذا من انفعل من قول الزور، لا، حتى إذا أنت ما انفعلت، شوفوا ما انفعلت يعني واضبط على سلوكك ومشاعرك، هيك ما قلت بس داخليا انزعجت، هذا أنت مو عاقل. أمير المؤمنين يقول نص العبارة في خطبة الوسيلة، أيها الناس ديروا بالكم، أيها الناس اعلموا، هذا معناتها انتباه، دير بالك، أريد أقول كلام مهم،
هذا القانون، مو فقط ما تنفعل، ما تجيب بوجهك، ما شنو، ما تبين، لا تظهر تأثرك، هذا ما يفيد، هذا ما يفيد، لا تظهر، هذا نص الشغل، لا تظهر تأثرك، اقعد لا تنفعل، لا تجاوب، هذا نص الشغل، هذا نص الشغل، لا تجاوب، لا تلاحق، لا تنتقم، هذا نص الشغل. النص الآخر، النص لا تتأذى، لأن هذاك خماكن وعدو عدويا، شياطين، جمع فعاليل، جمع منتهى الجمع. إذا أنت تريد تتأثر من كلام هذا ومن هذا، خماكن مو يوم ويوميا، كل يوم 400 تهمة تتهمك، أنت على كل تهمة فتذرة يحصل عندك شنو، توتر، هذا التوتر 400,000 توتر، الإنسان عمره 30 سنة يموت، ينقهر، يموت من القهر، يموت حتى إذا أنت ما انفعلت. شوفوا هاي معايير الله، مو حكي فاضي، هذا الله يقول صبر وغفر، الله قرآن، هذا ما يقول صبر وشنو وستر، مو ستر، ستر ما يفيد، هذا ستر 50%، استر على نفسك. في كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، شلون التعبير هذا، تعبير رهيب، يعبر أمير المؤمنين بالعفيف، العفيف، ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. عفيف يعني شنو؟ يعني ليستر، هذا 50%، هذا 50%. وعف موضع قبري، الزهراء صلى الله عليها وصت أمير المؤمنين، عف يعني استر، من قدر فعف، الإنسان اللي يحصل عنده قدرة ويستر، مو لمن يلدغ وينكفخ يهف راج دي العدو ويستر، لا، عندما عندك قدرة وتستر. هذا أمير المؤمنين يمتدح هذه الحالة بشكل رهيب، بعدين يقول ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. الحديث في العفة 50% من الحديث، استر، هفك راج دي، سبك، لا تشاوة، حتى عندك منطق هو مستشكل عليك، أنت تقدر، عندك إعلام، عندك فضائيات، وبسهولة تقدر تطيح حظه أصلا، تقدر بالمنطق الرهيب اللي الله منطيك، صحيح، تناقشه، تعريه، دير لا تدير بال، استر، عندك قدرة. إذا ما عندك قدرة، هذا كل العقلاء يقول، هذا مو حكي بعد نجي إحنا نناقشه هنا، لا، حديثنا في مورد اللي عند الإنسان قدرة ويستر، هذا 50%، تستر بعدين، مو بس تستر، هذا صبرة، تستر إضافة إلى ذلك غفر أصلا تودي من بالك، أصلا توخر من بالك، مو تبقي من بالك، لأن هاي الأشياء تبقى بقلبك شيئا شيئا شيئا، فشيئا إنسان قلبه شقد يتحمل، لو 50 مصيبة إنسان ما بقي بقلبه، أخيرا هذا القلب يخفق، يموت الإنسان. استراتيجيات وقواعد المواجهة عند التعرض للمخاصمات والعدوات تقوم على مسارين، الأول الحفاظ على التماسك وضبط النفس ورباطة الجأش والحيلولة دون حصول انهيار، لا تنهار، اضبط نفسك، انهيار كلي، بين قوسين لا بأس بحصول سلسلة الانهيارات الجزئية، ما يخالف، لما انت تتعرض لعداوات، هذا يفر منها الصوب وهذا يفر منها الصوب، ما يخالف، هذا ما يتحمل وهذا يخاف وهذا يعارض، مشكلة الانهيارات الجزئية، ولو 100 انهيار جزئي خلي يحصل، المهم الانهيار الكلي، انت لا تنهار، اعصابك اذا انهارت خلاص كل شيء انتي. اولا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني تجنب الملاحقة والانتقام والانجراف في المهاترات، هو شنو قال انا شنو اقول، هاي مهاترات، هو شنو يقول انا اجاوب، كل يوم نترصد هم شنو يقولون، احنا نجي نجيب مثلا خبراء ويقيمون هذا الكلام ويردوه، يجيبون ايات، هاي مهاترات، شنو هاي المهاترات، تجنب الملاحقة والانتقام والانجراف في المهاترات والمجادلات. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، عندما يتعرض الإنسان للدغة حية أو لسعة عقرب فإنه لن يتضرر، لن يتضرر بها أبدا إلا مجرد ألم، الله في القرآن يقول لن يضركم إلا أذى، مجرد ألم بلا شك، ألم شديد ولظى ولهيب وحرارة شديدة لا ينكر، لسعة هذا ألم شديد لا ينكر، بس أذى لا. لكن إذا بادر للانتقام من الحية والعقرب ونشط وتحركت عضلاته فإنه بذلك تنشط الدورة الدموية في الجسم وتتدفق كميات هائلة من الدم في العروق والشرايين وتتزايد دقات القلب، دقات
صحيح؟ وتتسارع حركة الدم، ومن ثم يتسبب هذا النشاط إلى تسرب الدم عبر الشرايين إلى القلب فيتصدع ويخفق ويتوقف عن العمل نهائيا. وهكذا الحال، هذا شنو؟ في شفاء الانفعال. خو إذا ما انفعلت سكنت بس قمت تصرخ تلطم على رأسك. وهكذا الحال إذا أحجم على الانتقام لكن فقد صبره وبادر إلى الصراخ وإظهار الألم والتوجع، فالدورة الدموية تنشط أيضا. الإنسان اللي صيح دورة الدموية تنشط في عنده نفس الآن شيئا، ولمن صبر وغفار. أقول لك أنقل لكم قضية جدا جدا مهمة حقيقة. فالدكتور أكو، هذا دكتور مؤمن من أصدقائنا من جماعتنا، صالح الحربي، مؤمن صالح إنصافا اسمه على مسمى كويتي شايب، هذا دارس في الولايات المتحدة فترة طويلة، عنده براءة اختراع أنا شايفها من إحدى الجامعات المهمة في الولايات المتحدة، مخترع فتشي مخترع مدوي حقيقة. شنو يقول؟ أنا دائما كنت أتعرض في الأندية العلمية في الجامعات، كان دائما يطرح سؤال أن الأمراض المزمنة كيف تتكون؟ ليش؟ كيف يمكن تصور مرض مزمن وجهاز المناعة فاعل جدا؟ شلون يصير هذا؟ المرض يعني وجود خلية، شنو؟ هسه بكتيريا أو فيروس، وجود خلية مستوطنة في الجسم، شلون يصير؟ وجهاز المناعة فاعل كل الفعالية، كيف يمكن جمع بين هاتين؟ والأمراض المزمنة كلها تكشف عن هذا الاستيطان. إذا قلنا جهاز المناعة هو مضطرب مختال، صحيح؟ ممكن في ضوء اختلالات في الجهاز المناعة تحصل شنو؟ أنواع الفيروسات تستوطن الجسم، بعد جهاز مناعة ضعيف، رقابة ضعيفة، هذا يجي يستوطن ويستفحل فيصير مرض مزمن. أما الإنسان اللي عمره مثلا 40 سنة 50 سنة اللي بأبسط فيروس انفلونزا فورا الجسم يتفاعل وجهاز المناعة ينشط، كيف هذا جهاز المناعة اللي ناشط فاعل جدا شنو يتكيف يتعايش مع شنو؟ مع مجموعة فيروسات. المرض المزمن يعني شنو؟ عنده مشكلة في المعدة، كل ما يأكل أجلكم الله يحصل عنده مثلا ليونة في المزاج، أو عنده ألم في ظهره، أنا سألته كان يفصل لي عنده مرض مزمن. هذول اللي عندهم أمراض مزمنة في الظهر، آلام كذا عندهم في الجسم، هذا شنو؟ هذا اختلال فيروسي. كيف يمكن تصور حدوث اختلال فيروسي وجهاز المناعة فاعل كل الفعالية؟ كيف يمكن؟ يقول هذا التساؤل دائما كان يطرح في الأندية العلمية، وكان الجواب عليه شنو؟ أن ليش كيف يمكن يحصل هذا التعايش هذا التكيف؟ يعني جهاز المناعة كيف يتكيف مع فيروس؟ شلون يصير وجهاز المناعة فاعل؟ فالمرة جهاز المناعة كامل؟ لا لا لا، فاعل كامل الفعالية. يقولون الجواب هكذا كان، أن جهاز المناعة إذا في فترة طويلة تعرض لمواجهة فيروس معين بشكل متكرر شيئا فشيئا يألف هذا الفيروس بعد ما يتفاعل وياه. يعني إذا إنسان 100 مرة فد فيروس خاص اللي هو يسبب اضطراب في المعدة، دخل في المعدة، إنسان يأكل كل يوم مثلا فد فاكهة مثلا هذا الخس مثلا بيفتف فيروس، دائما ياكل من هذا الخس ودائما يدخل في الجسم وجهاز المناعة يتفعل ويقوم يواجه هذا الفيروس ويقوم يضرب دفاعاته، تشتغل دفاعاته مره مرتين 100 مرة، اخيرا جهاز المناعة يبدا شنو؟ يألف هذا. يعني 100 مرة شايفه، 1000 مرة شايفه، فبعد ما يبدا يتفاعل معه، بعد ما يقدر، بعد ما يبدا ينشط، هذه المصيبة هنا تصير. ليش تستوطن الجراثيم الفيروسات الجسم؟ ليش؟ لأنه جهاز المناعة يألفها، عندما يألفها فلا يتفاعل معها، فلا ينشط معها، فلا يعاديها، فلا يخاصمها، فالفيروس يدخل بسهولة وفيروس ثاني، تشوف جهاز المناعة يتحاشى تعرض الفيروس، يتجنب
أي ملاحقة للفيروس أصلا لا يصيب الإنسان ذرة حرارة ولا سخونة. هذا اكتشفوا أن السبب في هذا اللغز العجيب أنه ليش يحصل تعايش وجهاز المناعة في أوج القوة، كيف يحصل تعايش؟ السبب تكرر التعرض للإصابة بهذه الفيروسات وتكرر انفعال جهاز المناعة شيئا فشيئا، بعد جهاز المناعة يفقد قابلية الانفعال تجاه هذا النوع من الفيروس. هو يقول أنا فكرت شنو العلاج؟ أكو علاج في كل الجامعات في العالم في كل مراكز الطب يقولون هذا ما له علاج، شنو نسوي له جهاز المناعة؟ هو ما نقدر نجي نحاكي بابا أكو هذا استيطان، شوفه هو ما نقدر نحاكي، هو هم بعد صاير صديق ويا هذا. على كل حال يمكن أصلا يعشق هذا لأنه يألف بعد. فيقول ابتكرت هذه الطريقة بعد بحث طويل جدا، حقيقة هذا موضوع مهم، أكثر من 25 ربع قرن أنا سامع القصة منه، يمكن هي القضية من نصف قرن قبل، حقيقة عالقة في بالي. فعبرة رهيبة هذا، هاي تركيبة الجسم، الإنسان يعرف الحياة شلون. العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. يقول اكتشف الطريقة أنه كيف شنو نحفز جهاز المناعة، شنو نخليه يبلش بهاي الفيروسات المتعددة اللي موجودة مستوطنة في الجسم. كيف يمكن نخلي جهاز المناعة يبدأ من جديد هذا الشيء الذي ألفه وتعايش معه وتكيف معه، يبدأ يعاديه ويبدأ يشغل دفاعاته ضده. كيف ننشط؟ يقول هذا كل تحقيق على هذا، ننشط جهاز المناعة حتى شنو يضرب الشيء اللي قد ألفه من زمان. 50 سنة العجوزة جاية يقول أنا عندي مثلا خلل في المعدة، 50 سنة هذا 50 سنة جهاز المناعة مالها شنو متعايش مع هذا الفيروسات، صحيح؟ شوفوا شوفوا العبارة، كيف يمكن إيقاع جهاز المناعة في شنو في حرب مع هاي الفيروسات؟ هو جهاز المناعة بطلان صاير، كيف يمكن تحفيزه تنشيطه النشطه من أجل ماذا؟ حتى نوقع في شنو في حرب مع هاي، نحركه نشيشه نشحنه. بس شنو نشحنه على شنو؟ مو انه يروح يضرب القلب يضرب الأجهزة الحيوية، لا، نشيشه ونوقعه في حرب مع هذا يقول كيف؟ يقول وجدت الطريق، وجدت الطريق. جهاز المناعة عندما يخش فيروس مثلا 3 أيام يضربه ويقضي عليه، لأنه غاية الأمر السخونة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، فوق الأمر مثلا 10 أيام خلاص ماكو فيروس يعصي على جهاز المناعة. أسوأ الفيروسات اللي تستوطن المعدة 10 أيام في البداية، ها جهاز المناعة يضربه يقضي عليها خلاص. فهذا جهاز المناعة إذا تفعل خلال الأمراض المختلفة يتفعل يوخر تلك الأمراض، بس هاي المستوطنات شنو ما تتأثر لأنه شنو ما يعاديها. فيقول ابتكرت هذا الابتكار اللي الجامعات الراقية الأمريكية براءة اختراع مسجلة باسم هذا الاختراع. طريقة شنو؟ أنه يقول أخذ من شخص أجنبي عن المريض، فد واحد أجنبي أخو مثلا أخو أجنبي قريب منه كذا، فدعين قطرة دم، هذه العينة استخلص منها الكريات البيض فتبقى العينة فقط تشتمل على كريات حمر، أزرق هذه القطرة قطرة هذه العينة في جسم المريض، جهاز المناعة باعتبار ولو هي قطرة دم هاي ليست قضية مهمة، بس باعتبار أنه ما يتعرف عليها ما يدري شنو هي، لأن قطرة دم شنو معدلة، هذه هاي قطرة دم مو طبيعية هاي معدلة، فما يعرفها جهاز المناعة فيعتبرها شنو عدو غزو فجأة، مع أنه دم قطرة دم هذا مو فيروس حتى بالدفاعات يموت. يبدأ جهاز المناعة يتفعل حتى شنو حتى يقضي على هذه العينة باعتبارها أجنبية خشية أنه شنو تضرب الأجزاء الحيوية في الجسم، فيبدأ يتفعل
تتولد حرارة شديدة، صخونة شديدة، يوم، عشرة أيام، شهر كامل. ليش؟ ما تتوقف هذه في دفاعات الجهاز المناعي، تبدأ بالفعالية والنشاط الهائل من دون أي توقف، موصول 24 ساعة. ليش؟ ليش ما يتوقف؟ لأن هاي عينة الدم، هذه ما تتوخر بالدفاعات اللي تصدر من جهاز المناعة. العينة ما تتضرر أبدا، ما تتضرر، هو مو فيروس حتى يموت، مو بكتيريا حتى يقضي عليها. الدفاعات تقوم تضرب هاي العينة، العينة ما تتأثر أبدا، لأن الدم هي دم، غاية الأمر أنها معدلة. الدم خو بالنظام الدفاعي، الدم خو ما يضمحل، الدم خو مو فيروس حتى يموت، الدم يشوف فتشي. على كل حال، فتشوف الطرف المريض يتعرض إلى سخونة شهر كامل، وهذه السخونة فاعلة، وجهاز المناعة بكل قوة لأنه يضرب ويشوف ما يتوخر فيشتد أكثر، ترتفع السخونة إلى 42 درجة مثلا. فلازم يحافظ الإنسان على المريض يصير تحت رقابة على كل حال، لأنه جهاز المناعة لا يسبب موت إخفاق للجسم، فلازم يعطى على كل كمادات يخلوا له ينزلون الحرارة كذا. ورا فترة، هذه يوم، عشرة أيام، شهر، هذا اللي تخبل بعد يقوم يصدر كل الدفاعات الموجودة في كل الجسم. هاي الفيروسات المستوطنة اللي كان قد ألفها يبدأ بعد فترة 10 أيام، بعد 15 يوم يبدأ يضرب حتى هذول، لأنه كل دفاعاته تتفعل من أجل شنو؟ القضاء على هذه العينة. فشنو يصير؟ هو إحنا نحفزه على شغلة اللي هي مو قابلة للضرب اصلا، مو قابله للاقصاء، يريد يقصيها. هي عينه الدم، الدم شو يسوي لو مليون سنه نظام الدفاعي دفاعاته تشتغل؟ الدم ما يتاثر، الدم دم، مو كائن حي خو الدم، مو فد مثلا فيروس فتشي حتى بالدفاعات الضرر. فشنو هذه الفاعليه وهذا النشاط الهائل الموصول 24 ساعه يوم وعشر ايام وشهر؟ اخيرا هاي الدفاعات تحوش الفيروسات المستوطنة، الفيروسات تروح، الإنسان يطيب. وبعدين بعد ورا شهر الجهاز المناعي يقوم يألف هذه العينة، ها يألفها، يقوم يتعايش وياها، والتعايش وياها ما يبيها ضرر لأنه هي دم، يبدأ يتعايش وياها. بعد ما وخر من الرأس إلى القدم كل ما أكو فيروسات مستوطنة، هذا جهاز المناعة شهر تمام، سخونة هائلة، أرفع درجات الحرارة، شنو يبقي بعد فيروس شهر كامل؟ كله يروح والإنسان يطيب. لاحظوا، هذه حقيقة في المطلب كلش مهم. الإنسان اللي يتعرض لحالات عدائية، هذا التعرض يخليه دائما واعي، حتى شنو الأفكار البائسة اللي موجودة في الدماغ، لما الإنسان ينشط من أجل شنو؟ الانتباه أمام العدو، حتى تلك هذا الانتباه يعالج حتى القوالب النمطية، التفكير الخاطئ، الجهل المتجذر، لأن انتباه هذا المخ لما ينتبه يبدأ يعالج بعض الأشياء، يمنطق بعض الأشياء، هذا هو الأساس. أنا أقرأ هذا التعبير، هذه تجربة موجودة، اسم الفرد هم ذكرته، رجل الآن يمكن في 90 من عمره، يمكن الله يطول بعمره، الدكتور صالح الحربي العبقري الفذ، وهو أحد المؤمنين الأتقياء، مارس التدريس في جامعات الولايات المتحدة الراقية، وابتكر فيها طريقة إعجازية لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية والتي أعجزت كافة المراكز الطبية في العالم، وقد حصل على شهادة براءة اختراع من الجامعات الأمريكية، سجلت هذا الاختراع باسمه، وقد شاهدتها بنفسي. أما شرح الابتكار بشنو، يقول كنت أبحث خلال سنوات طويلة في مختبرات الجامعة الأمريكية عن معالجة عقدة علمية شهيرة في الأوساط العلمية، وهي أنه كيف يمكن للأمراض المزمنة الاستيطان في الجسم في ظروف الفعالية المطلقة لجهاز المناعة. شوفوا في هذا الظرف الجهاز المناعي فاعل مطلقة، شلون يمكن؟ وأنه كيف يتعايش جهاز المناعة الفعال مع جملة من الجراثيم والفيروسات والبكتيريات الضارة، والتي لا تبرح هاي الفيروسات تمارس نشاطها الفتاك، كيف يمكن؟ هذه
سؤال في الأندية العلمية. ومن خلال سنوات من البحث تمكنت من حل العقدة، واكتشفت أن تعرض الجسم إلى نوع معين من الجراثيم وبشكل مكرر يتسبب حصول الألفة والمخادنة والتعايش بها. جهاز المناعة يتعايش فيها والتعايش بها عند جهاز المناعة، وبذلك يفقد جهاز المناعة طبيعته التنافر والتنابض والخصومة تجاه ذلك النوع من الفيروس. يقول فركزت جميع جهودي العلمية للبحث عن طريقة لشنو؟ لتحفيز وتنشيط جهاز المناعة بدرجة قصوى لفترة طويلة. بشنو؟ بغرض الإيقاع. شوف الإيقاع يعني حتى شنو؟ تحفزه تنشطه حتى يعادي إيقاع، توقعه في معاداة الفيروسات بغرض الإيقاع به، يعني بجهاز المناعة لمواجهة الجراثيم التي ألفها وتكيف معها. كيف يمكن الإيقاع بجهاز المناعة حتى شنو يعادي هاي التي ألفها وتكيف معها؟ وبعد تحقيقات مضنية طويلة توصلت إلى ابتكار طريقة علاجية فاعلة عبر تزريق عينة دم من شخص أجنبي متوافق الفصيلة مع المريض. لازم الفصيلة تكون متوافقة، لأنه يسبب الدم غير المتوافق يسبب إخلال. لكن مو العينة، لكن بعد تجريد تلك العينة عن الكريات البيض بغرض عدم تعرف جهاز المناعة عليها، لأن جهاز المناعة إذا كان كريات بيض وكذا يشوف هذا الدم هيك ما يتفعل بسبب الإغراء بجهاز المناعة، نريد نغرره، نريد نوقعه في حرب بغرض عدم تعرف جهاز المناعة عليها فإنها قطرة دم، فيتسبب ذلك تحرك الجهاز لمواجهتها باحتسابها عدوا اخترق الجسم. وبما أن العينة ليست فيروسا وليست إلا قطرة دم فلا تتأثر أبدا بمحاربتها من قبل الجهاز، ما تتأثر، فيبقى جهاز المناعة متواصلا هجومه ونشاطه وفتكه طويلا، يتسبب بارتفاع درجة الحرارة وتعرض الجسم إلى سخونة شديدة قد تدوم فترة شهر كامل، تتكرر فيه دفاعات جهاز المناعة بشكل موصول. جهاز المناعة يبدأ 24 ساعة وتعرضه، يتعرض هاي جهاز المناعة شيء فشين يقوم يتعرض لشنو؟ للأمراض، لهاي الفيروسات، يتعرض لها، يروح صوبها فاعل بعد شهر كامل، يقوم يبحوش، يقوم يستعمل عملية مسح في كل الجسم، أي شيء أكو وماكو يقوم يضربه. وتعرضه للأمراض المزمنة العضال ويحول بشكل موصول تزيد عن الدفاعات الطبيعية أضعاف المضاعفة. مو مثل كل سخونة هذا يتفعل جهاز المناعة، لا، هالمرة يتفعل شهر كامل أضعاف مضاعفة، مما يتسبب انشغال جهاز المناعة بالفيروسات المستوطنة والتي كان قد ألفها سابقا. تعرض الجسم للأمراض، هذا شوفوا هاي الرواية اللي الآن قلنا متواترة، بشكل دوري يقيه من استيطان الفيروسات وتعرضه للأمراض المزمنة العضال، ويحول دون حصول تخبط في جهاز المناعة وبطره بتعرضه للأجهزة الحيوية ومحاربتها، يعني محاربة جهاز المناعة للأجهزة الحيوية ومحاولة إفشالها. قرأنا الحديث عن الباقر عليه الصلاة والسلام في الكافي الشريف: الجسد إذا لم يمرض يأشر أشرة، يأشر يعني يبطر. الإنسان لازم بين فترة وفترة بشكل دوري يتعرض لمرض، يتعرض لخصومة، لفيروس، حتى شنو؟ جهاز المناعة يتفعل، وإلا البدن يأشر. روحوا اسألوا هذول اللي في أيام في بدايات عمرهم، هذول اللي في بدايات عمرهم يتعرضون لفشل كليوي أو لمثلا مرض السكر، لإخفاق مثلا في لوز المعدة، البنكرياس يسموه، صحيح؟ يقولون المتهم الرئيسي في هذه الأمراض العضال هو جهاز المناعة. روحوا سألوه، يقولون إذا الإنسان بسبب شيخوخته فقد مثلا كليتي، خو مثل ما العين تضعف، وجعلنا من بعد قوة ضعفا وشيبة، عندما يفقد كليته هذا من الشيخوخة. أما ولد شاب عمر 20 سنة، بنت عمرها 15 سنة، كيف تفقد كليته؟
يقولون المتهم الرئيسي في هذا النوع من الخلل اللي يحصل، المتهم الرئيسي هو جهاز المناعة. جهاز المناعة يحصل فيه اضطراب عقلي، في جهاز المناعة يحصل فيه تخبط. تدرون شو يصير؟ يبدأ جهاز المناعة يقول للكليتين أنت توقفي، يعتبر الجهاز الأجهزة الحيوية عفوا الأعضاء الحيوية يعتبرها فيروس، يعتبرها عدو. تشوف عمره 15 سنة تتوقف الكلية، إذا واحد عمره 5 سنوات، عمره 10 سنوات، عمره سنة، هذا يحصل عنده شنو؟ توقف في البنكرياس. هذا من يوقفه؟ يقولون جهاز المناعة يوقفه. المتهم الرئيسي جهاز المناعة يحصل عنده تخبط، هذا اللي الإمام يقول شنو؟ يأشر، يعني يبطر، يصير بطران، بدل ما ينشط في معادات الفيروسات يبدأ يعادي الأجهزة الحيوية في الجسم يوقفها. فلذا تدرون هذول اللي يتعرضون لهاي الأشياء، مثلا يصير تليف في الرئة مثلا، العياذ بالله، جهاز المناعة يقولون المتهم الرئيسي في تليف الرئة، فشنو يقومون؟ ينطوه كورتيزون. روحوا اسألوا تحققوا الكورتيزون شنو يسوي؟ يهف راجدي بوجه جهاز المناعة، يخليه نص استاو حتى لا يتفعل هواي، لأنه لما يتفعل يبدأ يفتك بالأجهزة الحيوية. الإنسان اللي ما يتمرض فترة طويلة جهاز المناعة ما يتفعل، صحيح؟ ما يواجه فيروسات شيء، فشين جهاز المناعة يصير بطران. وتدري نتيجة البطران شنو يصير؟ أنه يبدأ يفتك بالصحة الأساسية، يذبح الإنسان. روحوا يقروا هذا الشيء من المسلمات في طب اليوم، كثير قارئ عن هذا الشيء. فالإنسان اللي ما يتعرض لمواجهات، الإنسان اللي ما يتعرض لخصومات لعداوات، هذا الإنسان يبطر أصلا، هذا مخه يفسد يصير بطران. هذا الإنسان اللي عاد يصلح أن يعيش عيشة صحيحة، هذا يقدر يدرك مفاهيم الحياة العميقة، بطران مترهي رفاهية. لذا وجود تعرض الإنسان بشكل دوري وبطريقة ممنهجة بشكل دائم لمعارضات لخصومات تسبب الانتباه في الإنسان، تسبب حيوية الإنسان، هذا الشيء روحه حقيقة. جهاز المناعة إذا ما يتفعل بشكل دوري شيئا فشيئا صدق يخمل، عندما يحصل عنده خمل هذه الخمولة تتسرب إلى دماغه، يحصل عنده بطر. فجهاز المناعة أهم جانب في الجسم، هو يبدأ يفشل الأجهزة الحيوية في داخل الإنسان. النتيجة الإنسان الذي يتعرض، شوفوا فد مثال، إذا فد واحد عنده زوجة قلقة أو فد زوجة عندها زوج قلق، أي واحد عندكم في حياتكم قلق، أخو، أخت، ابن عام، ما أدري، ابن خال، أبو، أم، تدرون إذا فد واحد في حياته أكو فد إنسان قلق متوتر دائما يأذي، صحيح هذا مؤذي، ولكن تدرون فايدة شنو؟ هذا الإنسان الذي في داره، في بيته، في حياته أكو نقطة قلق دائمة، هذا الإنسان صدقوني أقل عرضة للمخدرات، لإدمان المخدرات، لاحتساء الكحول، أقل عرضة حتى للتخلف العقلي، أقل عرضة للخمول الجسمي. الإنسان اللي أكو فد واحد دائما يسوقه، أكو في بيته دائما فد واحد على كل حال يأرقه، هذا الإنسان لا يتعرض، يعني هذا شوفه مير بلي، بشرط، قلت بشرط أنه هذه الأزمة في داره لا تسبب توتر أعصابه، إذا يتوتر أعصابه براسه يتشيت على المخدرات، يبدأ من الجيجارة، من التدخين، وروح بعدين شيء، لأنه كله متوتر يريد يخفف عن نفسه. بابا إيش فيك؟ أخذ راحتك، هذه ما تضرك، هذه نعم تأرقك، دائما تنقنق، دائما تحكي عليك، دائما تصيح عليك، بس أخيرا أنت ذرة ضرر ما تشوف بيه، ليش أنت متوتر؟ هذه مو بس ما تضرك، تنفعك، هذه تخليك دائما يقظ، دائما منتبه، تشتت بال ما يحصل عندك، ما يغيب عنك شيء. فأنت لاحظوا إذا فد مثلا فد إنسان قلق في داري، صدقني ما يخليني شنو بالي يتشتت، فجأة أكتشف مثلا ابني، مثلا بنتي
راحت من إيدي. الحياة تفر الإنسان في وجود فد نقطة قلق في الحياة، دائما تخليه في حالة انتباه. الإنسان المنتبه ما يتفاجأ بشغلة، ما تروح من الدنيا، وبس مو بس ما يروح، دائما محرز الدنيا، سارقها سرق. فوجود نقطة قلق في الحياة حقيقة ضرورية جدا جدا، بس بشرط قلنا أن هاي نقطة القلق لا تدمر أعصابك. إذا تدمرت أعصابك خلاص، بعد أنت لا تصرف عني كيدهن، أصب إليهن. الإنسان يتشيت على المخدرات العياذ بالله، يروح. ليش أصلا هذول اللي يروحون وراء المخدرات وراء التدخين؟ بأي سبب؟ سبب هو التوتر العصبي. إذا أدرك أن هذا وجوده صائل من مصلحتك، هذا يجلب لك مجدا عظيما، هذه سيادتك من وراها، هاي الامرأة القلقة أو هذا الزوج القلق، هذا المتوتر، هذا اللي 24 ساعة يوترك، لا تخاف، هدئ بالك، حافظ على رباطة جأشك، راح تشوف وهذا يجلب لك كل الخيرات حقيقة. وجود عنصر قلق في حياة الإنسان أكبر مكونات المجد للإنسان، بس بشرط قلنا شرطين. أولا لا تنتقم منه، لا تلاسنه، لا تدخل في مهاترات منه وياه، هو يقول لك فتشي حتشي فاضي. على كل حال، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنا بس أنقل الحديث ما يخصني، هذا في نهج البلاغة، المرأة عين وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت. عي يعني عجز، عجز عاجز، فاستروا عيهن بالسكوت. إذا حكي فاضي سمعت اسكت، فاستر عليه. وعورتهن بالبيوت. لاحظوا الإنسان الذي يعاني من وجود شخص قلق ومتوتر وانفعالي وصدامي، رجل صدامي إلى جنبه سواء من أقربائه أو غيرهم، فإنه يكون أقل عرضة لإدمان المخدرات والكحول والبطالة، وأقل انجذابا وميلا للانحرافات والاضطرابات العقلية. هذا ما تحصل عند اضطرابات عقلية والسلوكية والأعراض والأمراض الجسدية والنفسية. هاي الكآبات تدرون نتيجة شنو؟ الإنسان يأكل وينام، ما تتحفز فيه مشاعر، المشاعر الحيوية. أكو هرمونات حيوية في الجسم، هاي الهرمونات الحيوية في الجسم تحتاج إلى تحفيز. الإنسان اللي ما حد يأذي، ما حد يعارضه، ما حد يعاكسه، ما حد يخاصمه، هاي الهرمونات ما تتنشط، شيئا فشيئا يصير بيه شنو؟ كآبة. صدق يصير بكآبة. ليش الشجرة البرية أصلى بعودا؟ لأنه شنو؟ السم استصغرها، تتعرض الشجرة البرية لشنو؟ لرياح عاتية. الآن أكو رياح عاتية، على كل حال تتعرض لحرارة الشمس العاتية، صحيح؟ تصغرها، فلذا أصلى بعودا. الإنسان اللي ما يتعرض إلى كفخات في الحرب هيك ينشأ نشأة مهزوزة، نشأة خاملة، نشأة ضحلة. فوجود مادة توتر في الحياة يحفز ترشح الهرمونات الحيوية وينشط فعاليات الدماغ بشكل موصول 24 ساعة. هذه المادة، مادة القلق، تخليك منتبه، هذا مخك منتبه. المخ المنتبه يسوي شنو؟ معجزات. تدرون كل اكتشافات العالم من شنو؟ من شرارة مخية. المخ اللي دائما يعاني من وجود نقطة قلق يكون دائما منتبه. هذا الانتباه يجيب اكتشافات، يخليك تكتشف العالم، تحرز العالم كله. مطلبين أخيرين، التموضع والتوسع الجغرافي. شوفوا واقعا من أهم الأسباب في انتشار التشيع في كل العالم صدام، لعنة الله يعني. الآن تشوف، تروح في قمة جمال هملايا أكو راية الحسين عليه الصلاة والسلام في أقصى العالم. شنو سببه؟ وين العراقيين كان بيهم هيك شدة يقومون يروحون في مناطق باردة في القطب الشمالي في ألاسكا لكل طول السنة كله ثلج؟ وين بيهم شدة هيك؟ لو ما كان هذا العدو الملعون، هذا الخصم، ما كانوا يروحون. الخصم يحدث، شوفوا أكو عند الإنسان فالنزعة، لاحظوا هذه مسألة كل مهم، عند النزعة ميل شديد إلى التوسع. لما يضيق مكانه رأسا يريد ينتقل من هذا المكان إلى فد مكان اللي شنو يكون
واسع، مو هاي نزعة التوسع، يعني ميل شديد في التوسع، ما يقدر الإنسان يعيش في حالة ضيق دائما، فإذا حس بضيق شنو ينتقل. هذه الهجرة الهائلة من العراقيين ودوا صوت الحسين إلى كل صقع من أصقاع العالم، هذا من سوى؟ هو هذا الملعون سوى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ليش؟ لأن هاي النزعة تتحفز، عندي نزعة، نزعة في التوسع، ما عندي خلق أعيش في ضيق دائما، يوم يوميا يكفخني 10 سنوات أخيرا أشيل أهلي وعيالي أروح أقعد في ألمانيا. ليش؟ لنزعة الإنسان إلى التوسع. هاي النزعة تسببت شنو؟ انتشار التشيع، انتشار شعائر التشيع، انتشار شعائر أهل البيت، شعائر الله. وين هاي الشعائر؟ راية الحسين تشوفه في كل مكان، وين كان يمكن؟ والله لو تعطي فلوس العالم للعراقيين ما كانوا يسووا هذه، لولا صدام منو كان يقدر مستعد يقوم يتهجر ويقوم يتبهذل يروح في هاي الديار النائية؟ بعدين العيشة هناك تختلف ثقافاتهم، ماكو استعداد. بس هاي شوفوا نزعة التوسع، المخاصمة تخلي الأرض شنو ضيق عليك، هاي نزعة التوسع تخليك تهاجر. نزعة التوسع ما تخليك تبقى شنو قابع تحت ضيق نزعة التوسع، تخليك فشنو هاي الدفاع، هذه المعارضات، هاي المخاصمات. شنو اللي تسبب حقيقة انتشار هاي المرجعية في كل أصقاع العالم؟ لولا الكفخات اللي مشايخنا وكلاءنا هنا عبر 40 سنة أكلوها، وين كان واحد يودي هناك؟ وين يطلعون؟ الآن تشوف ماكو مدينة في العالم إلا أكو واحد من مشايخنا نشطاء، لأنه مكلينا مكفخة لذا متحفز صاير نشط. هاي المرجعية وين إمكاناته؟ وين كان تقدر؟ لا فلوس أكو بيها ولا إمكانات ولا شو اسمه، شو يوديهم هذول الآن؟ ليش أكو حضور في كل العالم؟ هذا الانتشار بلا حدود اللي موجود للمرجعية في كل العالم شنو سببه؟ هي هاي 40 سنة من الكفخات، نتيجة أنه كل واحد شال أهله وعياله وراح في مكان، والآن شوف يبدأ ينشط، وبعدين باعتباره أنه مكفوخ فلذا لا شعوريا يبقى نشط، فترسوا مناطق العالم، واحد في أمريكا، واحد في كندا، من أقصى العالم نيوزيلندا إلى أقصى العالم أمريكا، تشوف ماكو مكان إلا حسينيات ونشاط طبخ ولطم وشعائر وكل الأصقاع في العالم، ودوا التطبير في كل بقعة في بقعة العالم. هذا الانتشار، هذا انتشار فكري، هذا انتشار مو فقط توسع من حيث الحضور، لا توسع فكري، توسع شعائري، شعائر المرجعية، شعائر اللي تتبناها المرجعية في كل صقع في العالم. من سوى هاي المخاصمات؟ 40 سنة من المخاصمات سبب انتشار، وإلا منكم مستعد يتحرك حقيقة؟ نزعة التوسع، التوسع الجغرافي، شوفوا وكسب الانتشار، هاي نزعة يريد الإنسان ينتشر، الفكري الشعائري صحيح، والحظوة بالدعاية الجبارة دون التكلفة ولا تكلف. الجماعة سببوا لنا في الدعاية الجبارة، وين احنا؟ وين امكاناتنا؟ مليارات صرفوا، هاي المليارات شنو نتيجتها؟ بسبب حكمة المرجع، واللي دائما كان ينادي بهذا الشعار ولا من صبر وغفر، احنا شكد عندنا امكانات مالية، شكد عندنا امكانات بشرية، دولة نفطية تمتلك مليارات، سخرت هاي المليارات من اجل دعاية لنا، الماركة مالتنا سوتها دعاية في كل العالم، ان الله جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة في ما ترى الأعين من حالاتهم، كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول احنا ضعفاء، وين نقدر احنا في قوم ما كنا نقدر ننتشر حقيقة، في قوم 40 سنة 30 سنة ماكو امكانات انتشار. انت تعال الان شوف في اي قرية بها 15 بيت اسمنا موجود، اسكت تتحمل وكلها، هذه هو جاي يسبب لك دعاية حقيقة، احنا ممنونين لهم. فالدعاية اللي يمكن الى 1000 سنة اذا كنا نشتغل ما كنا نقدر نحصل على هيك دعاية، دعاية ماركة مالتنا صايرة في ماركة عالمية، ما كنا يعني هالشكل، احنا كنا في امة ضعيفة
دخلت اسم العنوان هاي الماركة في كل بيت في العالم. شنو أفضل من هذا؟ نعم هناك بعض الأذى راح أتعرض له الآن الأخير. المطلب الثاني لاحظوا قبل الأذى التلاقي. تدرون كيف تتكون الحضارات؟ تحصل تلاقي، بالنتيجة تشوف كثير من الناس ملجومين من عندهم متضررين. عندما أنت تتضرر تتعرض لمخاصمة من هذه الدكتاتوريات من هؤلاء الطغاة، فتشوف الآخرين اللي لا يجتمعون معك فكريا أصلا يعادون فكرك، يكرهون العمامة، يكرهون الدين، تشوف يقومون على كل يحبوك. هذا يسموه التلاقي، مسألة التلاقي، التيارات المتعارضة المختلفة، التيارات المتنافرة تتلاقى. بسبب شنو؟ بسبب أن الهدف واحد، أن الضرر واحد. تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر، يعني شنو؟ تتلاقى، تشوف من يجي دافعك. فد واحد اللي يكره العمامة أصلا، يكره الدين، يسب الله العياذ بالله، لأنه يشوفك أنت بالنتيجة نشترك في المخاصمة، في التعرض للمخاصمة. الطغاة هم تدري كل الناس يعادوهم، أكو طاغي يشتغل عدل، إذا كان يشتغل عدل خميسة مو طاغي. الدكتاتوريات كل العالم يخزوهم الدكتاتوريات، فأنت من دون أي جهد شنو تلتقي في النتيجة مع كل التيارات الأخرى. هكذا تصنع الأمم، تصنع الأمم، هكذا يحدث خلق للأمم والحضارات. تشوف جريانات معادية تكرهك تبدأ تنطوي تحت شو اسمه، وتشوف تتأثر بفكرك، تتأثر بحضارتك، تستجيب لفكرك وحضارتك. هذا التلاقي من التيارات الكبرى. من يحققه؟ العدو، الخصم، يجيب لك، يركب لك كل الناس بالباص، ينزلهم يم باب بيتك، يخليهم الناس اللي مستحيل انت كنت تلتقي بهم. اهم عوامل التلاقي للتيارات المختلفة بسبب شنو؟ ان الهدف واحد، هو هذا العامل، عامل الخصومة. هذا عامل جدا مهم، هذا اللي اقول صناعة الامم. تعرض الانسان للتيارات والحضارات للخصام. التلاقي يتحقق، التلاقي للتيارات البشرية المختلفة والمتضادة والمتنافرة بسبب تلاقي الأهداف والاهتمامات الكبرى. آخر شيء لا ينكر أن هاي الدعاية السوداء، لا ينكر أنه تؤثر في الكثير من الناس، لا ينكر. كثير من الناس الهمج الرعاع اللي أمير المؤمنين يقول أتباعه كل ناعق، هم معلوم يتأثرون، لا ينكر يتأثرون بالدعاية السوداء، ويبدأون يخاصموك أصلا. يدخل بهذه الدعاية السوداء فمجموعة من البسطاء عابري السبيل، هذا اللي جاي يعبر يتأثر، وما يدري شنو أول القضية آخر القضية. عابري سبيل أسميهم، مجموعة من هذا التعبير وارد في كتب علم النفس، عابري سبيل. هذول يتأثرون لا ينكر، بس التأثير سطحي جدا، هم من حيث زمان سطحي فكم يوم، أما الزبد فيذهب جفان. من حيث الجغرافيا سطحي، من حيث التأثير سطحي، من حيث البقاء سطحي، سطحي سطحي بكل المعايير. تأثير أكو لا ينكر، لا ينكر أن التعرض للدعايات السوداء الواسعة والشديدة يتسبب خلق عداوات وخصوم الهمج الرعاع وبعض عابري السبيل، لكنه يبقى محدودا من حيث الأفراد، الزمان، التأثير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.